السنة سلامات السفر عندنا هني في البلاد ما فيها شيء خصوصي، لكن سلام عادي يعني اللي جاي من السفر قال الحمد لله على السلامة وتستاهل السلامة. أكثر عن كذي يعني ما عندنا. في أشياء كثيرة يعني مثلا خلنا نقول إذا مثلا أنت ما سافرت عيالك يو ما يقولوا يعني تسمع الحين اليوم يقولون قرت عينك وكذا، وايد في أشياء، وهي دعاء زين ما يضر، لكن مو بأصلي. الأصلي يقول تستاهل سلامة عيالك، أو تستاهل سلامة أخوك، أو تستاهل سلامتهم، منو يعنون هم منهم، كان عيال عمه، كان هله، كان جماعته، حتى ربع اللي مثلا هم معتمد عليهم في شغل مثلا سارة وردوا، والله تستاهل سلامة توصل. يعني أنت كنت اليوم عندي ودريولك مسافر وتعبان، يوم يرد الدريول يشوفونك شوية ارتحت قال كان الحمد لله عليه، تستاهل سلامته، تستحج سلامته، زين يوم وصل. حد يقول تستاهل الأوال، الأوال ما يخصه بعد في الشغلة، مو ما يخصه، يعني أنا ما أعتقد أن حد منكم سمعت واحد من شوابكم الأوليين كان لحجتوا عليهم يقولون قرت عينك يوم يجي حد من السفر، أو واحد يجيك من السفر قد تستحج الأوال، ما شيء. لكن أي دعاوي ثاني أن الريال وصلوا هلا ولا وصل هم السلام ودعوا له، الدعوة زينة من رمضر الحمد لله وتستاهل، ماشي، هذا ما فيها ضرر، لكن هي مو بأصلية بالنسبة لتراث الدولة هني في الإمارات العربية المتحدة. فنحن اللي بيسافر تقول له رحمن قدامك، الله يوصلك بالسلامة، هاي من الأدعية اللي هي خاصة بنا بعد، مو عند كل حد. وصل ولا حتى اليوم تعلمت يا بالتليفون، ها الحمد لله على السلامة وصلتوا، الحمد لله تستاهلون السلامة، يعني تستاهلون سلامة الوصول، عسى ما تعبتوا في السيرة، عسى ما تعبتوا في السفر. يعني هاي من الأشياء، الأسئلة اللي نحن سمعناها عند هلنا وعلمونا بعد أن لازم تحمد للعرب بالسلامة، وسمونها تحمد لهم بالسلامة، سواء كان عن سفر أو كان بعد تحمد بالسلامة للعرب الحمد لله على سلامتكم، إذا بعد يعني استوت لهم مشكلة معينة أو حد الله لا قدر تعرض إلى حادث معين، حتى لو مو بس بعد في سفر، لو في جلسة عادية ويتعرض الحادث، لنفرض أنه احترقت ثلاجة في البيت واستخبرت أنت في بيت الفلانين احترقت ثلاجة عندهم ولا بق القز ولا شيء استوى، يحتاج أنك تقول الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ما صابكم شيء، إن شاء الله ما حد تعطل ولا حد تعور ولا حد. فنحن سلاماتنا هذه للسفر، كان مسافر رحمن قدامكم الله يحفظكم توصلون بالسلامة، وكان ياي الحمد لله على السلامة وتستحج سلامة الوصول وزيادة، كلها خير نحدع، لكنها يبقى الأصلي له طعم غير وله أبعاد اجتماعية ما تلقاها في الأشياء الثانية، لكن الدعاء يبقى دعاء زين، وادعوا قد ما ترومون إن شاء الله لهلكم، والله يوصل لساير بقعه بالسلامة، والحمد لله على سلامة الوصول للي وصلوا السنة.